السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض برنامج اسمه باور بي اي. ده ممتاز جدا، اي معلومات عندك هو يقدر يعملها لك بشكل جميل، بشكل صور جميلة جدا. طيب هنجرب حاجة كده من باب الترفيه والخروج عن المألوف، ان انا هقول له ان انا عايز اعمل امبورت نيو من الفيسبوك. يعني المعلومات بتاعتك على الفيسبوك هي دي اللي احنا هنعتمد عليها ان احنا نعملها بشكل بياني جميل. هو البرنامج منافس او كان جزء من الاكسل، وبعد كده اصبح برنامج مستقل وبياخد بيانات من الاكسل ومن حاجات تانية. دي الداتا، هيبدا يجيب لي معلومات زي ما شايف حاجات كتير جدا. هقول له اونلاين سيرفيس واقول له عايز الفيسبوك. خلي بالك في حاجات كتير جدا غير الفيسبوك، تمام؟ بس احنا ايه، من باب الترفيه يعني وكده. طيب ممكن اقول له انا عايز الحاجات ديت من الحساب بتاعي اللي انا هديه لك دلوقتي. طيب انت عايز ترتبط بايه؟ ممكن من خلال الكتب، من خلال اللايكس، الفريند، يبدا يحلل لك الاصدقاء بتوعك. اوكي، بيبدأ بقى يجيب لي كل المعلومات. اقول له اوكي لود. ممكن بقى تقول له انا عايز البيان مثلا بالشكل دوت، وهنا مثلا الاكس بتاعه هو هيبقى النيم، والفاليو بتاعي هي مثلا كريت تايم او الاي دي بالشكل دوت. هيبدأ بقى يجيب لك المعلومات، فزي ما شايف حلل لك البيانات بتاعتك. ممكن تحلل البيانات بتاعت اصدقائك، ممكن تقول له طب انا عايزه حبه بقى في شكل اخر، تمام؟ لو انا عامل سيلكت على دول واخترت شكل اخر، الشكل ده هيتغير. لو انا مش دايس على حاجه وقلت له شكل تاني، هيبدا يجيب لي البيانات بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز مثلا النيم مع الكريت تايم، فيبدا يظهر لك بالشكل دوت، تمام؟ ممكن تدخل بقى كمية الناس اللي عاملين لك لايك، الدول اللي ينتمي لها الأصدقاء، وهكذا. زي ما شايف بيحلل لك البيانات بشكل سهل وبسيط. هنا هتلاقي الأشكال البيانية دي، وتقدر تضيف أكتر من صفحة لو أنت حابب. هنا هتلاقي الجدول اللي موجود أهوت، وهنا هتلاقي البيانات تقدر تربطها بقى كويري، تربطهم ببعض لو عندك جداول كتير وعايز تربطهم ببعض.